ليست المرة الأولى التي تصدر فيها هيومان رايتس ووتش تقريرا عن انتهاكات قوات الأمن الكردية بحق العرب في الشمال العراقي. فعلى مدى عامين قامت قوات الأمن الكردية أو ما يعرف بالأسايش بهدم مساكن وقرى عربية في محافظتي كركوك ونينوى. السياسة ذاتها التي طبقتها القوات الكردية في عدة مناطق عربية في سوريا بعد خروج تنظيم الدولة منها. المنظمة قالت إن القوات الكردية في العراق دمرت عدة مناطق عربية بشكل غير مشروع، وإن هناك صورا للأقمار الصناعية تظهر تدمير الأكراد لأكثر من 60 منزلا عربيا، مضيفة أن عمليات تدمير المنازل وقعت في مناطق متنازع عليها شملت 21 بلدة وقرية. بدوره قال ديندار زيباري رئيس لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية في حكومة كردستان إن سلطات بلاده تجري تحقيقا شاملا يتضمن دراسة حالات منازل فردية تعرضت للهدم، مضيفا أنه كانت هناك نية استراتيجية لتدمير منازل في عدد من القرى، وأن وجود عبوات ناسفة بكثافة في هذه المناطق سبب كبير لتدميرها، وأنه لا خيار لهم سوى تدمير المنازل للتأكد من أن الوضع آمن. هذا وحذرت المنظمة من احتمال حدوث ما وصفتها بالتبعات الوخيمة للهجمات التي نفذتها القوات الكردية على العملية العسكرية الرامية للسيطرة على الموصل. وقال جو ستورك نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن الكردية دمرت منازل العرب قرية تلو الأخرى في كركوك ونينوى وحافظت على منازل الأكراد بدون أي هدف عسكري مشروع. هذا وعبر مسؤولون أكراد عن نيتهم ضم أراض مستعادة من سيطرة تنظيم الدولة إلى إقليم كردستان ومنع السكان العرب من العودة إلى المناطق المعربة التي سمح لهم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالاستقرار فيها كما يقول الأكراد، وهو ما أكدته رويترز في تحقيق لها يشير إلى أن الأكراد يستخدمون معركة استعادة السيطرة على الموصل من أجل تصفية حسابات وضم أراض لمناطق تابعة لكردستان العراق.